السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. بصوا المطبخ بتاعي عامل ازاي. انا بقالي 15 يوم بالظبط ما نظفتش المطبخ من اول رمضان. مش ما نظفتوش يعني سايباه كده، لا، يا ما عملتوش الروتين العميق بتاعه اللي بعمله كل اسبوع، فكنت بنظف كده من على الوش بس. شجعت النهارده بقى وقلت لازم انظفه قبل العيد، عشان في العيد بقى يكون كده فريش، وكمان عندنا امتحانات، فقلت اعمله من دلوقتي واحافظ عليه. انا رحت السوق وجيت من السوق، فقلت بقى ايه اظبط المطبخ كده واشوف بقى الحق بقى عشان اجهز قبل الفطور بقى، لسه بدري على المغرب. فاول حاجه عملتها شلت الكولمن من على الحوض، وبعدين جبت ميه وحطيت فيها خل عشان ابدا ان انا انقع الفاكهه كده عبال ما اظبط الدنيا، عشان تبقى نظيفه كده وحلوه زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى الباسكتات بتاعت الفاكهه، وبدات ان انا ارص الفاكهه كل حاجه في الباسكت بتاعها. جبت رمان، مين اللي بيحب الرمان؟ انا بعشق الرمان بصراحه، وحلوه قوي للتخسيس كمان. وحطيت كل حاجه بقى في الباسكت بتاعها كده، بس بصراحه الخضار غالي قوي والفاكهه برده. جبت طماطم، والقطه طلعت يا جماعه على فكره، انا بحب القطه قوي. وجبت خيار وجبت كوسه وبتنجان، شايف الخيار اخضر وحلو ازاي. الخيار البلدي طلع برده، يعني بشير الصيف كده اللي هيبدا بقى الخضار يطلع ويبقى كتير ان شاء الله، يرخص وربنا يرخيها كده علينا في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. زي ما شايفين كده حطيت بقى الخضار، حطيت الخضار كده اهو. بدات بقى ان انا انضف الرخامه. انا هوريكم المطبخ برضو في الاخر، خليكم معايا يعني ما تشوفوش المطبخ كده وحش وتمشوا، لازم تشوفوا في الاخر وشوفوا انا هعمل فيه ايه. وبدات بقى ان انا انضف في البوتاجاز. بصوا انا استخدمت الباور، بس للاسف محدش يستخدم الباور عشان بوظ لي البوتاجاز، محدش يستخدم الباور خالص. ولو حد عنده حل للبقعه بتاعت الباور دي يكتب لي في الكومنت، عشان الباور بصراحه ربنا بوظ لي البوتاجاز، محدش يستخدمه، ما عدتش حابه ان انا استخدمه خالص، بيخلي كده اكن في بقع في قلب البوتاجاز. فاللي عنده اي اسم تاني يكتبولي في الكومنت، او اللي بيستخدم اي حاجه تانية يكتبها لي في الكومنت، لان كل ما اجرب حاجه بصراحه ربنا بتطلع مش كويس، والباور ده مش عاجبني خالص. فاكتبولي في الكومنت بقى قولولي استخدم ايه. بصوا بقى اهو كده بدات ان انا ايه اغسل البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. انا عملته بالباور وبعدين دعكته بالسلكه، انا بحب استخدم السلكه اللي هي الخشنه دي بتنضف، فنضفته كده شويه. وبعد كده بدات اجيب الفوطه اللي هي بتاعه المطبخ، وان انا ايه بقى بشيل مكان الباور زي ما انتم شايفين كده. بصراحه بيلمع وكل حاجه وحلو للازاز، ما عملش فيه حاجه، انما تحت في الزراير بقى بوظ الزراير. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا الزراير، هوريها لكم دلوقتي. بوظها وما طلعش برده حوالين العيون، حوالين العيون عندي كده اسود ما طلعهوش. فانا بقى ايه هضطر ان انا اشيل العيون وانقعها، بس مش النهارده بقى، لان النهارده بصراحه تعبت، الجو حر، وانا رحت السوق وجيت وعملت حاجات مجهود، فهننقعها بقى مره تانية مع بعضينا. ودلوقتي ايه بعد ما ظبطت البوتاجاز كده، وبدات ان انا اشيل بقى زي ما انا قلت لكم الباور، بقى بيلمع وكل حاجه، بس هوريكم دلوقتي عند الزراير هو اللي ايه اللي كانت بايظ شويه. والتلاجة برضو مسكتها نظفتها. انا مصورتش كل حاجة، انا صورت لكم كده حاجات بسيطة كده من الروتين، بس مش كل حاجة عشان ما طولش عليكم الفيديو. المهم لحد دلوقتي اللي بيتفرج عليا وصل لحد هنا يعمل لي لايك بقى، واللي مشتركش يشترك ويفعل زر الاشتراك. وبشكر جدا كل الناس اللي متابعين. زي ما قلت لكم يا جماعة ان جنة وتوت عندهم امتحانات، فعشان كده ما عادوش بيظهروا كتير، وبس ان شاء الله بعد العيد ونخلص امتحانات هنعمل تحديات وفيديوهات جامده. خليكم معانا، محضر لكم مفاجآت بس بعد العيد بقى. بعد كده بعد ما نظفت التلاجة بدات ان انا ارص فيها الحاجات بتاعتها. بحب احط كل حاجه كده في البوكسات، ما بحبش احط الحاجات كده متفرطه، بحب كل حاجه بحطها في قلب البوكس. دلوقتي بقى ايه استسهلت، جبت المساحه ولفيت عليها حتة قماشة كده قديمة كانت عندي، ورحت جاية بلفها على المساحة كده وبنضف بيها الايه السيراميك، بتعمل في ثانية، برش بريلي كده ونضف السيراميك زي ما شفتوني وانا بعمل.
وبعد كده بقى نضفت الرخام وحطيت عليها بريلو بالسلكة. انا بحب استخدم السلكة اللي هي العادية خالص البلدي دي، بتنضف قوي، تخلي الحاجة بتلمع وبتبرق كده. وبعدين ظبطت التلاجة بقى، ودي بتاعت التوابل خلصت ومكسلانة احط في قلبها الحاجات تاني، بستخدم الاكياس كده يعني على الفطار كده ببقى مستعجلة، فاروح جاية حتى واخدة من الكياس، مش عارفة بضحك على نفسي والله وانا بستخدم الاكياس كده. المهم ظبطتها، كانت مش نظيفة، ظبطتها كده زي ما انتم شايفين. وبدأت ان انا ارجع كل حاجة مكانها، يعني بعمل نص الرخامة الاول وانضفها وارجع اعمل نص رخامة التاني. تحت الزيت بقى اللي انا بستخدمه، انا مطلعة زيت للقلي وزيت للاكل والخل، بحط مناديل كده عشان ما نبقعش في الرخام. ودي بتاعت ال اسمها ايه، والله نسيت اسمها، الطفاية جنبي قاعدة جنبي تقول الطفاية، بحطها كده في المطبخ. ربنا يستر يا رب ما استخدمهاش في حياتي. حطها كده في المطبخ برضو في الاخر خالص كده، فمسحتها كان على تراب، لان انا دايما فاتحة الشباك بتاع المطبخ فعشان كده بيدخل لي تراب على طول، بس الحمد لله انا ايدي في المطبخ فما بخليش في تراب موجود في المطبخ. وبعد كده بقى بدأت اهنج لان كنت تعبت، فزي ما انتم شايفين نضفت برضو المطبخ من فوق، لان المطبخ بتاعي من تحت بالسيراميك اسمه ايه رخام، ومن فوق خشب. هو اصلا كان خشب اول ما اتجوزت، انا متجوزة بقالي داخلة في ازيد من 10 سنين، داخلة في 15 سنة، فشلت اللي تحت الخشب وعملت بداله رخام، بس لسه ما قفلتهوش، ان شاء الله اقفله. وبدات بقى اعمله الازاز، والمطبخ بتاعي بسيط كده على قد، بس الحمد لله حلو يعني عجب، بقاله 15 داخل 15 سنه زي ما انا قلت لكم، و اهو يعني حتى في حاجتي وحلو يعني ومهتميه بيه. اهم حاجه يا جماعه والله النظافه، يعني حتى مهما كانت الحاجة فخمة أو قليلة لازم النظافة، لو حد عايش حتى في عشة بالنظافة هتكون جميلة. المهم بقى حطيت المواعين كده في الحوض وغسلتها وظبطتها كده بالبريل، وبدأت ان انا بقى ارص كل حاجة مكانها. دي بتاعت الفناجين اللي انا بستخدمها، انا مش مطلعة فناجين كتير يعني، اللي بستخدمها كده بس، والباقي حاطة في المطبخ. فبدأت ان اغسلها، بعد ما غسلتها كويس رحت جاي رصه شكله كده برضو، بعد ما خفيت من البرد اللي فات دخل على دور برد تاني، فادعولي ان ربنا يشفيني وان ما يجيليش البرد على عيد، ربنا يستر. زي ما انتم شايفين كده هو ده كان روتيني. بعد ما خلصت الفناجين رصيتها بقى ايه مكانها، ورصيت الدنيا كده وظبطت الدنيا. كنت مطلعه بقى اكياس لحمه اهي زي ما انتم شايفين على الحوض عشان هبدا اعمل مكرونه بالبشاميل، وحطيت بقى مليت الحله وحطيتها للمكرونه، ومليت كمان حله وحطيتها للحمه. وبدات برضو ان انا ارص الحاجات دي، كانت متطربه زي ما قلت لكم، كنت بفتح الشباك على طول فبيدخل له تراب، بس انا بمسحه على طول. من اول رمضان بقى مكنتش عملت كل الحاجات دي، يعني انا كل اسبوع بمسك المطبخ انكته كده وخليه جامد، بس كنت بقالي بقى من اول رمضان بقى عشان مش فاضيين. كل المشكله بالنسبه لنا الوقت، لان جنة وتوتا هيمتحنوا ويروحوا الدروس ومش عارفه ايه، احنا ما بنذاكرش بذمه ولا بضمير، وقولوا لنا مين اللي هيمتحن برده ما بيذاكرش بذمه وضمير زينا، ووقتنا ضايع بصراحه. ربنا بنذاكر بس قليل قوي، الدروس واخده وقتنا والسهر والكلام دوت، ونروح نصلي في المسجد، فالدنيا بايظة معنا خالص. ويشوفوا المطبخ بقى واو بعد ما زبطناه. زي ما قلت لكم يا جماعة، مهما كان حاجاتكم بسيطة لازم تنضفوها، بالنظافة هتكون جميلة. انا مرتاحة نفسيا عشان مطبخي رجع نظيف وجميل، ومبسوطة قوي، مطبخ بقى جامد، بقى نضيف نضيف الحمد لله. ومسكنا الارضية بقى زبطناها ومسحناها، وبالفرشة كده حكيتها، بس زي ما قلت لكم ان في اجزاء كتير ان انا ما صورتهاش، جبت لكم كده بس حاجات كده سريعة. ما تنسوش بقى تعملوا لنا متابعة ولايك، ومع السلامة.